السلاح الفتاك أكبر حرب طائرات بدون طيار على مستوى العالم. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن تركيا تحتل موقع الريادة في تكنولوجيا المسيرات المقاتلة التي تحولت إلى سلاح فتاك بيدها. وقالت الصحيفة إن تدخل تركيا في كارباغ وليبيا تمكن من تحديد مصير الصراع الدائري في كلا المنطقتين بفضل المسيرات التركية التي باتت عنصرا مهما للغاية على صعيد السياسة الخارجية التركية. وسلطت الصحيفة الضوء على قوة تركيا المتنامية عالميا لا سيما في مجال إنتاج الطائرة، كما سلطت الضوء بشكل خاص على طائرة بيركدار تي بي 2 المسيرة التي طورها صهر الرئيس التركي أردوغان المهندس سلجوق بيركدار، بعد أن وصفت الطائرة بأنها باتت العمود الفقري للجيش التركي. وأكدت الصحيفة أن تركيا استطاعت بفضل الطائرات بدون طيار تغيير نطاق ومساحة قواعد الحرب الحديثة، كما أن تركيا نجحت في إثبات قدرتها في المنطقة فضلاً عن أنها لعبت دوراً فعالاً في دعم حلفائها الرئيسيين. وأضافت الصحيفة خلال الأشهر الأخيرة قامت تركيا بنشر طائراتها المسيرة في العديد من المناطق مثل سوريا وشمال العراق والقوقاز، كما استطاعت حماية مصالحها في شرق المتوسط عبر تلك المسيرات أيضا. وفي السياق ذاته استشهدت الصحيفة بقول أحد المسؤولين الأمميين عن الدور التركي في ليبيا بأنه أكبر حرب طائرات بدون طيار على مستوى العالم. يشار إلى أن تركيا قامت بدعم حليفتها حكومة الوفاق الليبية، ولقد ساهم هذا الدعم في تغيير مسار الحرب بشكل كبير للغاية في ليبيا والدفع نحو الحل السياسي. ورأت الصحيفة أن اعتماد الدول المتزايد على الطائرات بدون طيار سيزداد مع استمرار الصين والولايات المتحدة في بيع الطائرات بدون طيار إلى حلفائهما.